أبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. هل من يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يدخل الجنة؟ ليست هناك أدلة تفيد أن من يرى النبي يدخل الجنة، وبالله التوفيق، لكن يجدر بها التنبيه على شيء يتعلق برؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام حتى نجزم أنه هو. يضع العلماء لذلك شروطا ثلاثة: أولا أن يكون المخبر صادقا، يعني الذي قال أنا رأيت الرسول يكون صادقا. ثانيا لا يأمره بشيء يخالف الشريعة، لا يقول أنا الرسول ولا تصلي. ثالثا أن يكون المرئي موافقا لصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، فالرسول على خلق عظيم. رأيت شخصا سيء الأخلاق ليس هو الرسول، الرسول أبيض، رأيت شخصا أسود ليس هو الرسول. هناك أربعة أمور للجزم بأن المرء هو الرسول عليه الصلاة والسلام: أولها أن يكون المرئي موافقا لصفات رسول الله الخلقية والخلقية، ثانيا لا يأمره بشيء يخالف الشريعة، وهذا الثالث، رابعا أن يكون المخبر بذلك صادقا، وبالله التوفيق. أما من رأى النبي هل يلزم من يدخل الجنة؟ لا يلزم، ولا عندنا أي دليل يلزم بذلك.